لماذا ينكسر البعض عند السقوط وين ينكسر الآخرون؟ يعتبر سبب كسر أشخاص عند السقوط وعدم كسر آخرين على العديد من العوامل، وربما وجدت أشخاص غرس وعانون من الكسور. من هذه العوامل كثافة العظام، كلما كانت أكثر كثافة كلما قدرته على التحمل كانت أقوى. العمر، مع تقدم العمر تصبح العظام أرق وأكثر هشاشة من صغار السن. الجنس بشكل عام يكون لدى الرجال كثافة أعظم من النساء، أعلى من النساء، مما يجعلهم أقل عرضة للكسر. الأمراض مثل شرش العظام تضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسر. رد الفعل السريع، الأشخاص يتمتعون بردود فعل سريعة يمكن أن يحاولوا تفادي السقوط أو تأثير تخفيفه بشكل أفضل مما يقلل خطر الإصابة. القوة العضلية واللياقة البدنية، الأشخاص الذين يمتلكون قوة عضلية ولياقة بدنية جيدة قد يكون أقل عرضة للإصابة بكسور عند السقوط. عضلات قوية توفر دعما إضافيا للعظام وتقلل من احتمالية الكسور. السرعة والقوة، السقوط من ارتفاع كبير أو بسرعة عالية يزيد من خطر الإصابة بالكسور، كما في حال كسور إصابات سيارات أو أي شيء سريع. كسر الأسنان، عندما يتعرض الإنسان للسقوط أو الإصابة يمكن أن ينكسر عدس أسنانه نتيجة للضغط القوي أو الصدمة الكبيرة. الارتفاع، كلما زاد ارتفاع السقوط زادت قوة تأثير العظام مما يزيد من خطر الكسور. السطح، السقوط على سطح الصلب مثل الخرسانة أكثر عرضة من السقوط الأسطح الناعمة مثل العشب. الوضع، من المرجح أن يؤدي السقوط على الذراع إلى كسر عظام الرسغ، بينما من المرجح أن يقود السقوط على الورك إلى كسر عظام الفخذ. هناك سبب آخر لم يذكر ولم يأتي على ذكره أحد، ولكنه مشهور بين الأوساط الطبية، وهي المياه الغازية تتهم بأنها السبب المباشر في كثير من الكسور. أسباب أخرى مثل العوامل الوراثية والتغذية، الكالسيوم وفيتامين د، والأدوية مثل الكورتيكوسترويد تضعف العظام، والتمارين الرياضية المنتظمة تحسن تعمل تقويه العظام وتحسين الكسوه. العامل الاخرى التي تؤثر على خطر كسر العظام يعني الحفاظ على الوزن الصحي، تجنب السخنه او التخلص منها. السمنه مهمه جدا لانها من الاشياء التي تعطل الجسم وممكن ان تؤدي الى الكسور. ممارسه الرياضه بانتظام ولو المشي، التنوع غني بالكالسيوم وفيتامين د، تجنب الكحول والتدخين، اجراء فحوصات كثافه العظام اذا كنت معرضا لخطر باصابه بشرش العظام، استشاره الطبيب حول الادويه التي تضعف العظام، استخدام يقيه سقوط مثل سجاده قبل الانزلاق او مسكه اليد في المنزل، فالوقايه خير من العلاج. أفكار عن الكسور، على عكس ما يعتقد البعض من حدوث آلام مبرحة وقد تعود الحركة، إذا فربما كانت هناك كسور دون أن تكون هناك آلام كبيرة ودون أن يعيق الحركة. العظام بعد الالتئام تصبح أقوى، لا شك أن العظام أقوى بدليل عدم تكرار نفس الحادث بنفس الكسر. علامات الكسر هي مهمة جدا، الألم والتورم وتغير شكل العظام أو ألم عند الضغط عليه، بروز العظام، اختراقها للجلد، هذه علامة كبرى.
وأن يحدث صوت فرقعة يشبه أن يكون تقطقت الأصابع. إذا كان الكسر يسبب ألما في المعتاد ويكون مبرحا، ولكن إذا كان الكسر بسيطا فقد لا تلاحظه. المسنات ذوات البشرة البيضاء عليهن أن يحصلن من الكسور بسبب إشاشة العظام، وذلك بسبب تغير الهرمونات وعند سن اليأس وانقطاع الطمث، مما يؤدي إلى مرض هشاشة العظام المتكرر والإصابة المتكررة بالكسور. إن قوة عظام النساء ذات البشرة السمراء إلى عادة تعاني منها أن ذوات البشرة السمراء تكون لديهن كتلة عظامية أكثر كثافة في مرحلة الطفولة، فضلا عن انخفاض معدل هدم وبناء العظام لدى أصحاب البشرة السمراء، وزيادة قدرتهن على إحلال وتجديد العظام ربما يكون ساهم في إبطاء عملية فقدان القطن العظمية مع تقدم العمر. إلا أن معدل الإصابة بكسور أرداف لدى النساء ذوات البشرة البيضاء أعلى منه من ذوات البشرة السمراء بقدر الضعف. كسور القدم، في أغلب حالات كسور في أصابع القدم يوجد شريط لاصق يربط الأصبع المكسور بالأصبع المجاورة له على اليمين وعلى اليسار. الكسور في أبهام القدم أكثر خطورة مقارنة بسائر الأصابع، تتطلب في بعض الأحيان تثبيت الإصبع المصاب بجبيرة تمتد حتى أعلى حتى الرقبة العضلة في باطن الساق لمدة أسبوع أو أسبوعين. الكسر في عظام مش القدم تتحمل من العظام دون حاجة لوضع الجبيرة ما دام القدم ثابتا، ويرجع إن العظام محيطة مش بالقدم تعمل التثبيت بعضها في وضع مستقيم. أن تقول بدور الجبيرة، وفي 80% من الحالات تقع العظام الصحيح في وضعها الصحيح ورغم حدوث الكسر. يمكن أن يكون عظام مشط القدم أسفل الإبهام لأنها لا تدعمها العظام المجاورة في مكانها، أحيانا تدخل تدخل جراحي أو وضع جبائر. ملحمة مراحل التئام الصور العظام بالصور، وهو مرحلة الكالنس فورميشن ومرحلة الريموديلينج، وهي ستوضحها في الصور. كيف استغرق شفاء كم يستغرق شفاء كسر الفخذ؟ 6 شهور. كم من الوقت يحتاج الكسر ليلتئم؟ 6 ل 8 أسابيع. هشاشة العظام هو السبب الأساسي، وأن كسر الفخذ هو أخطر على الإطلاق لسبب ما، تؤثر بشكل كبير على الفئة الأقل حظا اجتماعيا والأكثر فقرا. أخطر الكسور الكسور المركبة، والتي تقع العظام المكسورة الجلد التي تقطع فيها العظام المكسورة الجلد، وهذا عرضة لالتهاب وتتطلب عناية فورية. كما تعرف أن الكسر لم يلتئم عندما يستمر الألم، وعندما يكون الكسر المدة الزمنية المعتادة لا يحدث شفاء، يتطلب الأمر الأشعة التشخيصية الساعة السنية والصهيج المغناطيسي والأشعة المقطعية من وجود تأخر في التئام العظام. كسر الذراع، الزند والكعبرة والعضد. أسباب كسر الذراع شيوعا هو السقوط على يد ممدودة بالكامل. أهمية التمر في وقاية من الكسور، التمر والتمرة واحدة في اليوم له دور في الوقاية من الكسور، وأقول تمرة واحدة نتيجة لأمراض السكر وهي منتشرة جدا. النصائح لكبار السن، عالج الأمراض المزمنة وخاصة مرض السكر، احرص على المشي يوميا وربع عكاز،
قلل من الأدوية ما أمكن، صوم صوم إسلامي أو صياما متقطعا، العب رياضة ما أمكن، لا تشرب ولا المسكرات ولا تدخن، المحافظة على التغذية السليمة وأكل التمر والتعرض للشمس. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم.